تنضم إلينا في هذه الفقرة من فقرات احتفالياتنا بيوم العلم الدكتورة مريم أحمد الفلاسي، باحثة في علم الاجتماع. مرحبا فيك دكتورة. مرحبا، مساء الخير. مساء النور. عيدكم وطني سعيد. أكيد. شكرا على الاستضافة في هذا اليوم الجميل الذي احتفلنا فيه منذ الصباح الباكر في بيوتنا، في شوارعنا، في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. يعني كان جدا مميز، واستشعرنا بهذا الشعور الجميل من قيادتنا الرشيدة. لأن اليوم الصبح فتحت واتسابي، حصلت أن جارتي طرشت لي رسالة تقول لي تقول فيها يعني حق الجميع، يلا حطوا كل واحد يحط صورة البروفايل على صورة العلم الوطني. ولما قريت الصورة تفاصيلها، وزارة الثقافة هي اللي مأيدة الفكرة. نعم. فهذا شيء جميل. دخلت انستغرامي ما عرفت أصدقائي، ما عرفت أهلي، ما عرفت كلهم علم وطني، كلها الإمارات، أحمر وأسود وأبيض وأخضر. ما شاء الله احسنت، يعني لله. دليل ما شاء الله عليك دكتوره، تفاعلت من اول كلمه اعطيتينا رده الفعل، ان فعلا هذا اليوم اثر فينا نحن ككل فرد، وكل في مجاله وكل في محفله، ان هذا اليوم جدا مهم بالنسبه لنا، لكبيرنا وصغيرنا ولكل واحد في مجاله. خلينا نبدا دكتوره نحدثنا او حدي مشاهدين عن اهميه ورمزيه يوم العلم، اليوم الجميل اللي نفخر فيه هذا وكل نعز ان كان مقيم وان كان مواطن. نعم، لو نتكلم عن العلم الوطني، شو هو العلم الوطني؟ اول شيء هو رمز لسياده الشعوب. صحيح. الشعوب المستقلة هي الوحيدة التي تملك علم. نعم. الشعوب المستعمرة ليست لها الحرية في علم. صحيح. علمها مدنس. فالعلم الوطني جدا هو يعبر عن الهوية الوطنية، عن الشخصية، عن الانتماء، عن الحرية، عن التاريخ، عن الأمجاد، عن التضحيات، عن 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 قصة ودستور. نعم. قلب وفؤاد وتاريخ، ويعني حضارة أمم في هذا العلم. والعلم يعني شو ممكن أقول لكم، العلم فيه شعوب ضحت بالملايين من 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 أبنائها، من شبابها، من حتى من أطفالها، عشان العلم يتم رايته مرفوع فوق في السماء. نعم طبعاً. يعني لو نفكر شوي بعقلية الجيل الجديد والأطفال. نعم. خاصة، فكيف نحن نقدر نرسخ في أذهانهم ونصون علم دولة الإمارات أيضاً وهذا اليوم بالذات؟ أخي عبد الله، أختي ريم، أنا استشعرت، يعني أنا كباحثة اجتماعية وك يعني دارسة في المقارنات بين الشعوب وبين حضاراتها وثقافاتها، استشعرت أن يعني بدون مجاملة وبدون مدح في قيادتنا الرشيدة، أنها بثت في روح أبنائنا منذ الصغر، من يدخل السنة أولى ابتدائي أو التحضيري، في كل المناسبات الوطنية أنهم يجيبون الأعلام، يلبسون الأعلام على الرأس، علم في الإيد، علم المدرسة مزينة بالأعلام، فأصبحت جزء من ثقافة المدرسة. نعم، جميل. نعم، والطفل نقلها للبيت، يعني حتى أصبحت جزء البيوت كلها العلم راية رفرف، فالمدارس، الوزارات، المؤسسات الحكومية، يعني شيء جميل جدا، وأطفالنا استشعروا فيه بهذا الشيء. فالطفل بكرة عنده يوم العلم، هو ما يقول لك أنا ما أروح المدرسة، بالعكس يقول لك أمي أبا علم وأبا لبس وأبا، فتروح المحلات موفر للشيء هذا، يعني طبعاً. جدا متوفر في الأسواق، لأنه يتناسب مع ثقافة مجتمع. جميل. متطلبات المجتمع موجودة. نعم. والقيادة الرشيدة دوم يعني توعي بالحدث قبل أواني، قبل وهي سباقة في أنها ترفع الرايات وتتحدث عنها، فأكيد الشعب شو بيكون إلا مقلد لشيء إيجابي، وهذا. نعم. جدا شيء إيجابي، الحمد لله. زين دكتور، الحين نحن في عصر التكنولوجيا وتقدم، ويمكن صار في انشغالات في كثير من الأمور غير المناسبات الوطنية. نعم. يمكن سهوا عنها، حنا نقول مع أن هذا شيء مستحيل. نعم. لو أن 1% يمكن غفلوا عنها، شو الأشياء اللي ممكن تساعدهم كوزارات الثقافة، كمعاهد، كنادي للتراث، دائما في استمرارية في ترسيخ الموروث الإماراتي فيهم؟ من الممكن جدا ومن الأشياء الناجحة التي ممكن أن تؤثر إيجابيا في ترسيخ هذه الثقافة وتنشئة أطفالنا عليها، هي أول شيء المقررات الدراسية. فالبرنامج الدراسي حينما يحتوي مثلا كيف تأسست الإمارات، وكيف متى تقلد الشيخ زايد رحمه الله الحكم، كيف ابتدت قصة علم الإمارات، ألوانه ماذا تعني. نعم. يعني كلها موجودة في المقرر الدراسي، فهذا يعني هذا يثبت قيم وثقافة المجتمع وتاريخها في ذاكرة أبنائنا، وبالتكرار مع سنة على سنة، يعني هالأشياء قاعدة تتكرر، فالتكرار يولد الوطنية، يولد حب العلم، يولد احترامه، يولد. فحتى أنت الطفل حاليا لو تشوف العلم
يشوف طايح قدامه هل يقبل؟ هل مستحيل يرضى؟ مستحيل. لا يدنس العلم وإنما يرفع فوق الرأس. نعم. قاموا يفهمون هذا. نعم قاموا يفهمون. حتى الأطفال لو التكنولوجيا مثل ما قلتي اختري منها منتشرة، لكن هذه أبدا ما تأثر في ثقافتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا. شيوخنا سباقين وقيادتنا الرشيدة سباقة أكيد. فما يعني والطفل ما هو إلا صفحة بيضاء يعني ترسم أكيد. عليها مثل ما تريد. ما هو من والمجتمع يعيد إنتاج نفسه. فإذا كانت القيادة رشيدة وحكيمة ومحبة للوطن ويعني وتعمل ليل ونهار عشان يكون هذا الشعب سعيد، بالتأكيد الطفل هذا يعني أو عفوا هذا المجتمع اللي هو الأب أو القائد يعيد إنتاج نفسه في ابنه. نعم. ويرى ابن يحب الوطن ويدافع. نعم. عنه بكل بسالة. يكفي أن المثل الذي يحتذى به هو القادة. نعم الله يحفظهم جدا. الله يحفظهم يا رب. دكتورة مريم أكيد تعود بك الذاكرة إلى الوراء عندما كنت طفلة وبأيام مرت فيها كانت تختلف. نعم. من أيام إلى أيام إلى ما وصلنا به الآن، فحدثينا عن المعاني واختلاف تلقيك لها من ذاك الزمن إلى الآن. المعاني العلم عمرها ما تغير معنى أبدا. وكانت الوالدة بعد الله يطول عمرها ويحفظها نعم كانت تشتري لنا أعلام وتخبيها في الخزانة، يعني يوم تجي مناسبة وطنية تطلعها. بيوتنا ما تفضى من الأعلام، حتى يعني كانت قبل يعني الأشياء غير عن الحين. مش يعني مش ما نقول مش متوفرة، وإنما يعني الأمور كانت في العلم حتى بعد ما ينزل يتغسل وينكوى وينحط في الخزنة. لكن الحين لا، ما شاء الله عليهم عيالنا، نبى علم صغير ونبى علم كبير ونبى في الـ في الـ في هذا في القميص ونبى. فحتى العلم أخذ صفة ثانية، يعني صار لبس والعلم ما عاد يعني بس اللي ما مجرد علم اللي يتعلق قطعة قماش أو يتعلق، لا هو صار في القلب وفي الروح وفي الشخصية وصار جزء من المواطنة. صحيح. يعني صارت أبعاده جدا عميقة أكثر من أنه قطعة قماش أو ألوان أو شيء زاهي، هو بروحه معبر، يعني كل لون منه يتكلم عن قصة بروحه. نعم. فهذا دليل أنه هو دستور الناس قامت تمشي عليه. إذا اتغنى لنشيد وطني هذا العلم وهذه القماشة نحن نتكلمها. صح. نشيد وطني ماشيين عليه من يوم ما نحن صغار، وبعدنا للحين نقول نفديك بالأرواح يا وطن نكررها لين اليوم. اليوم باكر وفي عيالنا هذه. نعم. دكتورة كلمة منك في هذا اليوم لنفخر فيه لمشاهدينا. مبارك لشعب الإمارات الحبيب على هذا اليوم السعيد المبارك الذي كان تاريخه بتأسيس الإمارات وأمجادها وبتولي سمو الشيخ خليفة منصب الحكم رئاسة الدولة. نعم. نتمنى له طول العمر. نعم. نعم نتمنى له طول العمر بإذن الله. وطبعا الخلف غير مشكوك فيه وفي قدراته في الإنجازات العظيمة وفي الصعود بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالميا والتميز. ومبارك عيد مبارك أكيد. للوطن إن شاء الله طبعا. وكل الشكر أيضا لك على حضورك وتلبية في هاليوم اللي أكيد الأهل كلهم مجتمعين فيه، لكن نحن أيضا مجتمعين أمام هذه الشاشة لنحيي الأهل ونحيي كل من هو على هذه الأرض. شكرا لك. نشكر الدكتورة مريم أحمد الفلاسي الباحثة في علم الاجتماع. بعدنا متواصلين معكم من بعد هذا الفاصل مشاهدينا.